اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده لبيت للكل. في البدايه امسي على الزملاء مساء الخير. مساء الورد، منورين ومشرفينا. وده امتداد زملائي كلهم، امتداد للحدث التاريخي اللي موجود في مصر مع الشباب، الطاقه الحلوه اللي استمتعنا بيها على مدار هذا الاسبوع مع منتدى شباب العالم اللي اقيم في مصر وتحديدا في شرم الشيخ. شرم الشيخ كانت بتحتضن كل الطاقات الإيجابية، الأفكار، ورش التحضير، الجلسات، المناقشات، الحرية، الرؤية الجميلة للمستقبل وما بعد كورونا. كل هذه الأفكار كانت موجودة في منتدى شباب العالم اللي شرفه بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من جاء خصيصا إلى هذا المنتدى، وأيضا كل الزعماء اللي جم منورونا وشرفونا في شرم الشيخ. مصر ومن تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات كبيرة وتسعى إلى إبهار العالم بمجالات عديدة ومنها مجالات التنمية والاهتمام أيضا بالشباب، ولاحظنا هذا الشيء من خلال المؤتمر الموجود بشرم الشيخ. وأيضا مشاهدين الملتقى العالمي للشباب في مصر والحاضنة الحقيقية في شرم الشيخ كانت النواة الحقيقية لانبعاث أفكار جديدة للشباب العالمي في طرح رؤى وأفكار جديدة بالنسبة للمجتمعات العربية وأيضاً العالم. فهذه النواة الحقيقية بسبب المتغيرات التي طرأت على البلدان بصورة عامة بسبب جائحة كورونا. كنا ننتظر هذا الملتقى، راح تكون هناك مخرجات مهمة بالنسبة للشباب في العالم. أكيد يا أحمد، وزي ما حكوا كل زملائي، مصر خلال السنوات الماضية أثبتت أنها قادرة أن تحارب الإرهاب والتخوين والتكفير وكل ما حاول إقصائها بيد، وأن تحمل سلاح التنمية والبناء باليد الأخرى منذ عام 2017 ومع انطلاق ملتقى شباب العالم الذي ضم أكثر من 196 دولة لتكون مصر أيضاً السند والحاضن الأساسي لهم أيضاً، ولدول الجوار كانت سنداً بعمق من خلال طرح الكثير من المحاور، أذكر منها من خلال فعاليات المنتدى مستقبل القارة الإفريقية، التحول الرقمي، التعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة وكل ما هدفه تحسين جودة الحياة في العالم وفي الوطن العربي وتوطين أفكار الشباب العربي ودعمهم واحتضانهم في مصر ومن مصر. تمام، فعلا ياسمين زي ما قلتي، والأجمل كمان بأنه لما بنرجع بعد ما تابعنا مدار في هذا المنتدى الجميل في شرم الشيخ، كانت شرم الشيخ عروس، هي دائما عروس للسلام. المنتدى الحقيقة يعني كان عنده أفكار كتير، وأعتقد أنه نجح في تقديم هذه الأفكار بشكل جيد جدا. اولا الفكره الاولى هي تجمع الشباب العالم، الفكره الثانيه انه احنا نطرح في هذه المنصه الدوليه القضايا الخاصه بالتنميه، وان يتحاور الشباب في افكار، وخاصه ما بعد جائحه كورونا، لان كورونا فرضت علينا اشياء ولكن استفدنا منها لاننا اصبحنا نفكر بشكل افضل واحسن لكل مجتمعاتنا في دولنا في العالم كاجمع. كلنا عارفين بأنه النسخ الثلاث في منتدى شباب العالم اعتمدتها اللجنة التنمية الاجتماعية الموجودة في الأمم المتحدة كمنصة دولية لقضايا الشباب، وده كان شيء الحقيقة جيد جدا. وبالتالي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كان يحمل شعارا جميلا Back Together، يعني نعود من جديد لنتحاور نتفاعل ونتكلم. وأعتقد كل ما تابعناه من خلال أفكار ومن خلال جلسات ومناقشات وأيضاً قضايا فنية قضايا تنموية والأفكار اللطيفة والحوارات اللطيفة، أعتقد أن شباب العالم سيعود إلى بلاده وهو يتذكر شرم الشيخ بكل مدار فيها، ويشعر كمان بأنه حصل على طاقة إيجابية جديدة تعينه على ما نشعر به من جائحة كورونا، ولكنها ليست الآن حاجز بل هي دافع بأننا نتقدم للأفضل والأحسن.